continue to fight until we get justice. We get justice. We get justice. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة من الميادين عن تصاعد زخم الهبة الأمريكية ضد العنصرية. فقد شهدت الساعات الأخيرة تظاهرات حاشدة في مدن أمريكية متعددة وإسقاط تماثيل تعد من رموز العنصرية. التظاهرات ضد العنصرية تواصلت أيضا في العديد من المدن الأوروبية. المشهد هذا نواكبه مع شبكة مراسلينا وضيوفنا. ومعنا سيكون من واشنطن مدير مكتب الميادين هناك منذر سليمان، ومدير مكتب الميادين في جنيف موسى عاصي، ومراسل الميادين في لندن موسى سرور. مرحبا بكم جميعا. قبل الدخول بالتفاصيل نتوقف عندما حملته ذكرى انتهاء العبودية من معنى مختلف هذا العام وسط الهبة الأمريكية. هكذا يحاول المحتجون محو ماضي العنصرية في بلادهم. تسقط تماثيل العنصرية ورموزها واحدا تلو الآخر، باتت هدف المحتجين وانتفاضتهم. لا مكان راهنا لتمجيد ظاهرة الاستعمارية والعبودية في تاريخ البلاد. الدور هذه المرة على واشنطن ونورث كارولينا. لكن ترامب لم يقرأ في هذا النضال سوى رغبة المحتجين في تدمير التاريخ، فعبر عن غضبه عبر مهاجمة الشرطة في واشنطن واتهمها بالتقاعس أمام إسقاط تمثال أحد قادة الكونفدرالية وحرقه من دون أن تتحرك، وطالب بسرعة اعتقال المنفذين. للجونتينث أو يوم تحرير العبيد صدم مختلف هذا العام، فآلاف الحناجر تصدح غاضبة ومنادية بالتغيير في المدن الأمريكية، وتجمعات بالآلاف أحيت ذكرى إلغاء الولايات المتحدة للرق. أشعر بأن هذا بركان انفجر أخيرا وأن التغيرات ستصل حقا. ترامب يعد بجعل أمريكا عظيمة مجددا، لكن متى كانت عظيمة أصلا؟ كانت عظيمة للرجال البيض أصحاب الممتلكات، لكن ليس لزوجاتهم أو للسود أو للأمريكيين الأصليين. قررت أن الوقت قد حان لأتحلى بالشجاعة وأخرج لتقديم المساعدة. العين بالعين، هذا ما أؤمن به، هذا ما سيجعل العالم مكانا أفضل، لكن الإنسان الذي في داخلي يريد فقط التغيير الحقيقي والعدالة للجميع. ومع إلغاء معظم الفعاليات الرسمية لهذا اليوم بسبب إجراءات مواجهة كورونا، كان البديل مسيرات في الشوارع وقوافل بالسيارات في مسعى للتنفيس عن الغضب والتضامن. منذر سليمان نجدد الترحيب بك. التظاهرات أو هذه الهبة الأمريكية ضد العنصرية تتواصل في ذكرى يوم تحرير العبيد. هو يوم عطلة، لكن كانت هناك إجراءات احترازية من فيروس كورونا. مع هذه الإجراءات خرجت الحشود بهذه الصورة الكبيرة إلى الشارع، لكن هذا ما أثار أيضا غضب الرئيس الأمريكي. هل لك أن تطلعنا على المشهد في الولايات المتحدة؟ بداية، جونتينث هي الجمع بين جون حزيران و 19 التاريخ 19 يعني، ولذلك هذا التاريخ بالنسبة للسود في الولايات المتحدة له مغزى خاص، كما ورد بأنه تاريخ إعلان إنهاء عبودية السود. ولكن هناك فقط 47 ولاية تعترف بهذا يعني التاريخ وتحاول الاحتفاء به، ولا يوجد عيد فيدرالي بتحرير السود في الولايات المتحدة، وهناك محاولة الآن في الكونغرس لاتخاذ قرار في هذا الأمر، تقديم مشروع قرار. لا ندري مدى استجابة الجمهوريين له، ولكن على أي حال الزخم لاعتبار هذه الذكرى أساسية يبدو أنها الآن في موضع الصدارة. مسألة إزالة التماثيل تشكل نوع من
التعبير الذي اتخذته هذه التظاهرات لمحاولة تغيير التاريخ الثقافي للولايات المتحدة ومحاولة تصويب وتصحيح هذا التاريخ أيضا بالتركيز على هذه الرموز. ترامب ومؤيديه في موقع دفاعي بسبب الغضب الشعبي العارم في الولايات المتحدة ضد وحشية يعني الشرطة وأيضا المنح العنصري الذي تتخذه مواقفه وأيضا مؤيديه، وبالتالي هناك إمكانية لحدوث اشتباكات في المستقبل. جرت بعض الاحتكاكات ولم تصل إلى اشتباكات قوية لأن هناك ميليشيات منظمة لديها قدرات عسكرية يمكن أن تتحرك من الأطراف اليمينية للحيلولة دون المزيد من التحرك. ولكن حتى في الكونغرس أيضا بيلوسي رئيسة مجلس النواب أزالت بعض الصور التي تمثل القادة التاريخيين للكونفدرالية المرتبطين بالعنصرية، وهناك تماثيل سيتم السعي لإزالتها. إذن المشهد الآن مشهد صحيح الزخم لتلك المناسبة 19 جعلته أكثر قوة، ولكن أيضا ما سيجري الليلة في توقيت واشنطن الساعة 7 سيكون هناك خطاب أولي لترامب، والساعة 8 بتوقيت واشنطن في تولسا سيكون هناك هذا المهرجان الانتخابي الأول لترامب بعد كورونا. والوضع في تولسا وضع متوتر، تم إنزال حوالي 300 من الحرس الوطني، وهذه الولاية مشهودة بأنها لصالح الحزب الجمهوري عمليا وممثلي الكونغرس عن الحزب الجمهوري، ولكن هناك أيضا تحرك شعبي واسع يدين ضرورة يعني إقامة مثل هذا المهرجان الذي كان سيتم أصلا أمس وعدله ترامب ولكن لم يلغيه، وكان هناك مطالبة بسبب تنامي الإصابات بكورونا في أوكلاهوما نفسها بمعدل 124% عما سبق، ومع ذلك يستمر في هذا المهرجان. الكثير من النقاط المهمة تحدثت بها منذر، سنفصل بها أكثر خلال هذه التغطية. دعنا الآن ننتقل إلى الميدان مع مراسل الميادين في لندن موسى سرور للإطلاع على آخر التطورات هناك، حيث نشاهد هناك تظاهرات أيضا ضد العنصرية. تفضل موسى، نحن نسمعك، اطلعنا على آخر التطورات. نعم لا أسمعك جيدا، ولكن ما يجري الآن هنا في لندن هي التظاهرة الخامسة في العاصمة البريطانية، بالإضافة إلى عدد من المدن البريطانية التي تشهد أيضا تظاهرات حاشدة سواء في إدنبرا أو غلاسكو أو في بيرمنغهام. هذه التظاهرات هي لا تزال ترفع شعار ذاته وأن حياة السود مهمة وأنه أن الحكومة مقصرة وأن صمت هذه الحكومة يعني تآمر على الأقليات الموجودة في المملكة المتحدة. المطالب هي ذاتها إزالة كل ما يتعلق بالعنصرية في المملكة المتحدة سواء في المناهج الدراسية أو فيما يتعلق بسياسات الحكومة بشأن الهجرة أو فيما يتعلق بالنظام القضائي البريطاني أو فيما يتعلق بمسألة الإسكان. في كافة القطاعات التي يتحدث عنها المتظاهرون يوجد فيها الكثير من العنصرية، وهناك أيضا انتقاد لسياسة الحكومة بأنه بالرغم من هذه التظاهرات وبالرغم من الجماهير التي خرجت إلى الشوارع للمطالبة بإزالة العنصرية في البلاد، حكومة المحافظين لم تتخذ أي من الأفعال، لم تتخذ أي من القرارات يعني استجابة لهذه المطالب. اليوم كان هناك بيان لحياة السود مهمة Black Lives Matter وتم توقيع على هذا البيان عدد كبير من النواب وعلى رأسهم جيرمي كوربن يطالبون بالكف عن الالتزامات الفارغة التي سموها فيما يتعلق بإحالة مسألة العنصرية إلى اللجان إلى لجنة برلمانية لمعالجة هذه الآفة. مسألة أخرى المطالبة بحسب ما جاء البيان بوجود قيادة قادرة على إزالة آفة العنصرية وإجراء تحقيق وإعطاء كافة الضحايا ما يعرف بجرينفيل تاور، يعني الحريق الذي شب قبل عامين هنا في لندن
والذي أدى إلى وفاة أكثر من 72 شخصا، وهؤلاء بالمناسبة هم من الأقليات، من الأفارقة، من العرب، من الباكستانيين، من مختلف الجنسيات الذين يعيشون في أماكن فقيرة. فهذا البيان هو تشديد على مسألة إزالة العنصرية والقيام أو اتخاذ أفعال، وليس فقط إدانات وشجب وإحالة الأمور إلى لجان برلمانية وعدم اتخاذ قرارات بالفعل يعني تكون فاعلة في إزالة مسألة العنصرية في البلاد. طيب، من لندن سننتقل إلى جنيف مع مدير مكتب الميادين هناك موسى عاصي. موسى، الهبة الأمريكية تتوسع، وأيضا في أوروبا التظاهرات المناهضة للعنصرية كثيرة، في فرنسا، في أكثر من في باريس وفي أكثر من عاصمة أوروبية. أيضا ما هي أهمية أن يندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف بالعنصرية، عنصرية الشرطة ضد الأمريكيين الأفارقة؟ ما أهمية هذه الخطوة؟ هل سيكون لها أي انعكاسات؟ بداية محمد، سأتحدث عن التظاهرات التي تجري اليوم في فرنسا وفي عدد من المدن الأوروبية. في باريس هناك عدد من التظاهرات في ساحة لاريبوبليك، في ساحة لوناسيون، وهناك يعني أنواع مختلفة أو مطالب مختلفة من لهذه التظاهرات. التظاهرة في ساحة لاريبوبليك هي مشابهة لتظاهرة الأسبوع الماضي، يشارك فيها المئات وربما الآلاف من الفرنسيين المحتجين، وهؤلاء يشاركون تحت شعار مناهضة العنصرية ومناهضة العنف الذي تقوم به الشرطة الفرنسية بحق الأفارقة أو الفرنسيين من أصول أفريقية. هناك تظاهرة أخرى في ساحة لوناسيون، وهذه التظاهرة هي للأجانب الذين يعيشون في فرنسا منذ سنوات طويلة، هي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، وهؤلاء حتى الآن على الرغم من إقامتهم في فرنسا لسنوات طويلة لم يحصلوا حتى الآن على أوراق ثبوتية فرنسية أو على إقامات يعني تمكنهم من العمل بشكل شرعي وقانوني. التظاهرات موجودة هنا في سويسرا في عدد من المدن السويسرية، وأيضا هناك تحركات في ألمانيا. وأريد أن أتوقف عند ألمانيا اليوم كون أن حادثا مشابها للأحداث التي طالت جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية أو أداما تراوري في فرنسا. الشرطة الألمانية أمس أطلقت النار على شاب من أصول مغربية وقتلته. هذا الشاب كان يحمل سكينا، ولكن عدد عناصر الشرطة كانوا 4، فلذلك هناك اليوم يعني روايات كثيرة وكلام كثير في الإعلام الألماني، وأيضا انقسام الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي. بعض هؤلاء يقول بأنه كان على الشرطة وهم 4 عناصر أن يتمكنوا من توقيف هذا الشخص من دون إطلاق النار عليه. وهناك أيضا مغردين يقولون أو يحاولون التشبيه بين ما حصل لهذا الشاب المغربي وما حصل مع جورج فلويد. سأبقى في ألمانيا أيضا ليشير إلى أنه في مدينة برلين ربما القانون الأول العملي التطبيقي الذي اتخذ في دولة غربية لمواجهة العنصرية، مدينة برلين أقرت قانونا كان في السابق عندما يتعرض الأجنبي أو الألماني من أصول أجنبية لمضايقات أو لممارسات عنصرية كان على هذا الشخص أن يبرهن أنه بالفعل تعرض لهذه الممارسات. اليوم هذا القانون الجديد لا حاجة لأن يقدم هذا الشخص أو ضحية دلائل على ممارسات الشرطة العنصرية، إنما على الشرطة أن تقوم أو على القضاء الألماني أن يقوم بالتحقيق من أجل التوصل إلى نتائج في هذا الموضوع. وهذا الموضوع أيضا لاقى يعني موجات ترحيب كثيرة من جهة وانتقادات كثيرة تحديدا من اليمين المتطرف في ألمانيا. طيب، بالنسبة لقانون القرار الذي صدر بالأمس عن مجلس حقوق الإنسان، في الواقع يعني هذا القانون كان محل خيبة أمل كبيرة، على أساس أن المنظمات الدولية كانت تطالب بأن يكون هناك لجنة تحقيق تحقق بما يجري من ممارسات عنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن القرار الذي صدر قرار من دون تسمية الولايات المتحدة الأمريكية ومن دون تشكيل لجنة تحقيق دولية هو مشابه للكثير من الاتفاقيات السابقة والمعاهدات السابقة القديمة التي تتحدث باختصار عن ضرورة مكافحة العنصرية ومكافحة التمييز العنصري في مختلف أنحاء العالم. طيب، منذر سليمان، تحدثت بالخلاف الكبير الآن الحاصل بين الجمهورين
والديمقراطيين، خصوصا وهناك تنافس انتخابي كبير، وتحدثت أيضا بنقطة مهمة وهي قضية الميليشيات التابعة إلى اليمين. هل هناك تلويح باستخدام هذه الميليشيات وأنت ذكرت أنها مسلحة؟ نعم، ترامب يعني سبق له أن شجع حتى الأجهزة الأمنية على أن تتخذ مواقف، وهو حذر وهدد بأنه سيستخدم القوات الأمنية العسكرية الفيدرالية بشكل واضح، وكان تهديده واضح في واشنطن، كان تهديده واضح في تولسا وفي مناطق أخرى. ولكن هناك جماعات مؤيدة من الذين اصطفوا قبل أيام لحضور هذا المهرجان الانتخابي، قد يكون بينهم جزء من هذه الميليشيات، ولكن الميليشيات المنظمة والمسلحة موزعة على كل امتداد الأراضي الأمريكية، وبعض منها كان يعمل رديفا للقوات الأمنية في المناطق الحدودية بحجة منع المهاجرين من التسلل إلى داخل الولايات المتحدة. البعض منهم تحرك في ميشيغان بشكل خاص لحماية بعض الرموز العنصرية. إذن هذا الأمر ممكن وقائم، وأهمية ما سيجري الليلة في تولسا أنه قد يؤشر إلى ازدياد التوتر إذا حصل أي صدام أو اشتباك، حتى ليس بالسلاح، يعني اشتباك عادي بين من يحمل اللافتة التي تقول حياة السود مهمة وبين الذي يقول بأنه حياة كل الناس مهمة. وعلى ذكر ذلك، رفض نائب الرئيس عندما وجه له سؤال أن يقول هذه العبارة حياة السود مهمة، قال حياة كل الناس مهمة، وهذا بشكل غير مباشر يعبر عن الحالة النفسية والحالة الثقافية والحالة السياسية القائمة في الولايات المتحدة، حالة الإنكار والتحدي من قبل جماعة ترامب، مؤيدي ترامب والإدارة، في ألا تتصرف بطريقة على الأقل مسايرة لهذه الهبة الشعبية القائمة، ومحاولة التعاطي معها بأسلوب مرن يؤدي إلى مرادات على الأقل المجموعات التي تتحرك. إذن الوضع مشحون، وقد يمكن أن يتفجر في أي منطقة في أي ولاية، خاصة إذا استمرت عملية وستستمر عملية إزالة التماثيل. نعم. لنذكر أنه أكثر من 10,000 تمثال أو نصب تذكاري يجسد المرحلة العنصرية. نعم. والذي جرى في واشنطن كان مثل الوحيد خارج نطاق الكونغرس، هذا التمثال للجنرال بايك الذي كان جنرال من الشمال ولكنه يؤيد الكونفدرالية ل 13 ولاية في الجنوب، ويعتقد بأنه أيضا ليس قائد عسكري فقط، إنما كان أيضا من المشجعين والمروجين لإنشاء المنظمات العنصرية البيضاء، كوكو كلاكس كلان وغيره. إذن أمريكا لا تزال في وضع حرج، لا تزال في وضع غليان، ويمكن لأي شرارة أن تصدر أن تفتح الأمور على ما لا تحمد عقباه، بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك نوع من الحروب الأهلية الصغيرة. هذا ليس مستبعدا ولكنه أمر ممكن. لكن ما لوح به ترامب منذر، لو تسمح لنا فقط، يعني خطوة إسقاط التماثيل أثارت الرئيس الأمريكي، وهو غرد عبر تويتر بخصوص هذا الموضوع وأعرب عن انزعاجه وانتقد شرطة واشنطن وقال إنها لا تعمل. هل هذه مقدمة أو تلويح لإعادة استخدام قوات الحرس الوطني أو التلويح باستخدام ورقة الجيش من جديد؟ نعم، في المناطق التي يشعر ترامب بأنه لا يتم التحرك لمنع الاحتجاجات واتخاذ مواقف مثل إزالة التماثيل وغيرها، بمعنى أنه كان يرغب في تجميد الوضع، بمعنى أن يتحركوا سلميا، ربما هو منزعج ولكنه لن ينزعج، ولكنه هو سيحاول الضغط على القوى الأمنية المتواجدة في كل مدينة إذا حصل نوع من التطور، والتلويح مجددا بإمكانية استخدام الحرس الوطني وحتى بعض وحدات القوات العسكرية. طبعا هناك موقف لدى القوات العسكرية وقيادات بعدم التدخل في الشأن الداخلي، ولكن هو لديه الصلاحية بتحريك العديد من القوات العسكرية ولو بشكل محدود على المستوى الفيدرالي، وقد يورط بحجة حماية السلم الأهلي وحماية الممتلكات، قد يوجه إلى ذلك. ولكن نلاحظ النضج الذي يتحرك به المتظاهرون والمحتجون
بأن كل أعمال النهب والسلب والتدمير تقريبا انتهت ما عدا التركيز على التماثيل. إذن قد يندس بعض الأشخاص من أيضا أتباع ترامب ربما، وهذا ما يحذر منه البعض، ويخلقون وضعا يؤدي إلى تطور أوضاع أمنية خطيرة في الولايات المتحدة. طيب الصورة في لندن مع موسى سرور، هناك هدوء في يعني هذه التظاهرات الاحتجاجية ضد العنصرية موسى، وأيضا يعني خلال الأيام الماضية شاهدنا هدوء في التظاهرات في لندن على عكس باريس وعلى عكس ما نشاهده في الهبة الأمريكية في الولايات المتحدة. كيف تتعاطى الجهات المعنية حكوميا مع التظاهرات ومع المتظاهرين المنددين بالعنصرية ومع مطالبهم؟ نعم، يعني لم تتخذ الكثير من الأفعال الحكومة البريطانية لمعالجة العنصرية في البلاد، هكذا كما يقول المتظاهرون هنا، وهكذا كما أشار إليه بيان بلاك لايف ماترز قبل قليل. الحكومة البريطانية، هناك من يتهم الحكومة البريطانية أنها تصطف إلى جانب اليمين، بل إلى يعني في معاداة هذه الحركة، عندما يعني يجتمع وزراء الداخلية والعدل والنائب العام لصياغة مشروع قانون في البرلمان لمعاقبة يعني الوضع عقوبة تصل إلى 10 سنوات إلى كل من يخرب تمثال وينستون تشرشل. هذا بالتأكيد إشارة واضحة إلى أي اتجاه الحكومة البريطانية هي تتجه. بالتالي الكثير من الأمور التي تحتاج إلى معالجات، وكان هناك الكثير من التقارير التي يعني صدرت منها سواء من البرلمان أو من جمعيات حقوقية لمعالجة مسألة العنصرية، ولا سيما ما يعرف بلامي ريبورت أو تقرير النائب العمالي ذو الأصول الأفريقية ديفيد لامي، الذي كلفه رئيس الوزراء في عام 2014 بإعداد تقرير حول ما يتعرض له الأفارقة هنا في المملكة المتحدة، وقد صدر بموجب هذا التقرير الكثير من التوصيات، وما زالت منذ أكثر من 6 سنوات والحكومة البريطانية تتجاهل هذا التقرير ولا تقوم بأي أفعال لتطبيق ما جاء من توصيات في هذا التقرير. هناك فجوة كبيرة فيما يتعلق بمسألة يعني حياة الأفارقة وعموما حياة الأقليات. هناك من يقول أن حكومة المحافظين، أن هذا دأب حكومة المحافظين. البارحة بالمناسبة البارحة كانت ذكرى 36 لما يعرف بعمال المناجم أو ما يعرف بحادثة أورغريف التي حصلت في ويلز، هذه تشير إلى وحشية الشرطة في مهاجمة عمال المناجم في ويلز، والتي أدت إلى أكثر من وفاة أكثر من 70 شخصا. هذا يشير إلى دأب حكومة المحافظين حيث جرت هذه الحادثة في زمن مارغريت تاتشر. وبالتالي هذه الحكومات المتعاقبة للمحافظين هي دائما تحرص على يعني حماية الأثرياء والأغنياء. وبالتالي كما قال أحد المتظاهرين قبل قليل هنا في هذه التظاهرة، أن المشكلة ليست فقط مشكلة أقليات وحقوق أقليات، المسألة الأساسية، الأزمة الحقيقية في البلاد هي الرأسمالية، هذه الرأسمالية التي يعني هي التي تشرع هذه القوانين، وهي التي تهمش الكثير من الفئات ولا سيما الأقليات. وهناك بالمناسبة الكثير من البيض أيضا هم في طبقة يعني ضمن طبقة الفقراء، وبالتالي هناك الكثير من الجدل حول مسألة كيفية معالجة الأقليات. وهناك من يشير إلى أن أساس المشكلة هي النظام الرأسمالي المعتمد في البلاد، الذي يؤدي إلى وجود هذه الطبقات الاجتماعية، هذه الفوارق بين الفوارق. طيب موسى، فقط يعني اسمح لنا هنا كي نستوضح منك، هذه التظاهرات ضد العنصرية، هل هناك من العرب من يشاركون بهذه التظاهرات على اعتبار هناك اتهامات بممارسة العنصرية ضد العرب؟ هذا أولا. وماذا عن زخم التظاهرات؟ هل هي كالولايات المتحدة وفرنسا وباقي الدول الأوروبية؟ أقول لك بصراحة، لا أجد كثيرا من العرب في هذه التظاهرات منذ انطلاق المظاهرات هنا
في بريطانيا، في عموما يعني هنا في لندن. نجد في بعض الأحيان هناك بعض البريطانيين من يحملون الأعلام الفلسطينية، وهناك من يقول أن العرب كانوا مضطهدين أيضا من قبل الاستعمار البريطاني، ولكن للأسف هناك من يقول أن العرب كانوا متقاعسين إلى حد ما في إثارة يعني مظلوميتهم بسبب الاستعمار البريطاني سواء في العراق أو في مصر أو في عدة مناطق وفي فلسطين تحديدا. على سبيل المثال هناك كان يعني أحد الأشخاص قال لي لماذا لم يعني يثير العرب وبعض الأحرار هنا في بريطانيا بإزالة التمثيل لسيما تمثال بلفور وزير الاستعمار الذي وهب فلسطين لليهود. يعني هناك انتقاد لتقاعس العرب في إطار قضيتهم يعني المحقة ولا سيما القضية الفلسطينية. طيب موسى عاصي، خطاب الرئيس الفرنسي قبل أسبوع تقريبا عندما تحدث عن تخفيف الحجر بخصوص إجراءات كورونا وأيضا تطرق لبعض الإصلاحات في مواجهة العنصرية، يبدو أن هذا الخطاب يعني لم يهدئ الشارع على اعتبار أن الغضب إلى الآن مستمر، وعموما هذا الخطاب وغيره من الوعود الحكومية الفرنسية والرسمية لم تهدئ الشارع، لماذا؟ لأنه بكل وضوح وباختصار شديد هذا الخطاب كان مخيبا للأمال على مستويات عدة، على مستوى الصف السياسي، القوى السياسية، الأحزاب، لأنه لم يقدم أي يعني برنامج عمل واضح عملي للتطبيق، أي اقتراحات بديلة أو أي تعديل للقوانين الموجودة. كل ما قاله في ملف العنصرية بأنه من المؤسف، وهذا الكلام له، من المؤسف أن نرى حتى اليوم أن بعض الفرنسيين لا يحصلون على وظائف بسبب لون بشرتهم أو انتماءاتهم الدينية أو بسبب أسمائهم، ولكن بعد هذا الكلام لا يوجد أي شيء، أي اقتراح عملي من قبل الرئيس الفرنسي على مستوى الشارع. طبعا هذا الكلام لم يهدئ الشارع على أساس أن للشارع الفرنسي تحديدا تجارب مريرة مع إيمانويل ماكرون، يقدم الكثير من الوعود ولكن عندما يهدأ الشارع هذه الوعود تتراجع ولا يطبق إلا القليل منها. الشارع يريد العدالة، يعني اليوم مثلا في المظاهرات التي تجري في العاصمة الفرنسية هناك العديد من أهالي فرنسيين من أصول أفريقية أو عربية يتظاهرون ولديهم حالات مماثلة في السنوات الماضية في العام 2007 على سبيل المثال، فرنسي من أصل سنغالي قتل بنفس الظروف التي قتل فيها أداما تراوري وجورج فلويد. اليوم هؤلاء نزلوا إلى الشارع للمطالبة بالعدالة. أهل أداما تراوري لم يحصلوا حتى الآن على أي خطوة تحقق يعني الحد الأدنى من العدالة أو التحقيق الجدي بكيفية مقتل أداما تراوري، إضافة إلى الملفات الأخرى وخصوصا الذين يعيشون في فرنسا منذ سنوات طويلة ولا يتمتعون بأي حقوق طبيعية ولا بحق السكن ولا بحق التوظيف. إذن كل هذه المسائل حتى الآن لم يقدم إيمانويل ماكرون أي جواب واضح وعملي باتجاهه، لذلك نلاحظ خيبة أمل واسعة في فرنسا من ذلك الخطاب. وبالتالي ما خطورة مرحلة انعدام الثقة بين الشارع وبين القيادة عندما تطلق هكذا وعود ولم تقم بتنفيذها؟ ما هي خطورة هذا الموقف؟ الخطورة بأن إيمانويل ماكرون يعني يشعر من الآن بأن ترشحه للدورة المقبلة من الانتخابات أو لتحقيق ولاية جديدة في فرنسا قد تكون في خطر، إن لم تكن حتى الآن يعني قد وصلنا إلى مرحلة انعدام الثقة من قبل الفرنسيين، ليس فقط بسبب الملف العنصري إنما أيضا بسبب ملفات كثيرة. على سبيل المثال كيفية إدارة أزمة كورونا في فرنسا، هناك حوالي 30 دعوة تم تقديمها من قبل أطباء ومن قبل عائلات فقدت أشخاص لها في هذه الأزمة، قدمت بحق الحكومة على كيفية إدارتها للأزمة، وهناك اتهامات من هذه القضايا التي رفعت، اتهامات الحكومة بأنها قامت بالقتل العمد لعدد كبير من الفرنسيين جراء هذا الوباء بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبسبب غياب أي تحضير على المستوى الطبي في فرنسا. هناك أيضا يعني المواجهات التي تحصل في
الملفات الاجتماعية والاقتصادية. رأينا خلال الأسبوع الماضي تظاهرات الجسد الطبي من ممرضين وممرضات، ورأينا أيضا استخدام الشرطة الفرنسية العنف بحق ممرضة من هذه الممرضات. هناك ملفات أخرى على المستوى الاجتماعي فتحت منذ سنتين وثلاث سنوات في ولاية ماكرون، وكل هذه الملفات لم تجد لها أي حل ولم تجد لها أي طريق لتحقيق بعض الوعود والمطالب التي يطالب فيها الشارع الفرنسي. أيضا يعني حركة السترات الصفر التي اندفعت بشكل كبير نهاية العام 2018 واستمرت لأشهر طويلة، هذه الحركة التي عبرت في ذلك الوقت عن مآسي ومعاناة قسم كبير من الشعب الفرنسي، وكان لها يعني نحو 80% من الفرنسيين يدعمون هذه التحركات. أيضا هذه الحركة لم تؤدي إلى أي نتيجة، لم تحصل على أي ثمار من كل تلك التحركات، وذلك أيضا بسبب سيناريو واستراتيجية ماكرون، وأنه يعطي الوعود عندما تكون الاحتجاجات في مستوى مرتفع في الشارع، وعندما تخفض نسبة هذه الاحتجاجات فأنه ينسى هذه الوعود. طيب، وأنت تتحدث، نحن نتابع الآن صور مباشرة من باريس ومن لندن في هذه الاحتجاجات الغاضبة ضد العنصرية، وأيضا في الولايات المتحدة هناك توسع للهبة الأمريكية ضد العنصرية. ومعك من جديد منذر سليمان، ما نشاهده الآن من لندن ومن باريس ومن أكثر من عاصمة أوروبية، هذه المناصرة لقضية الحياة السود مهمة، هذه الحركة وانتشار هذه الاحتجاجات الغاضبة ضد العنصرية، كذلك تواصل الهبة الأمريكية، هل هذا يكشف زيف الاتهامات التي كانت تطلق على المتظاهرين في الولايات المتحدة أن هؤلاء يقوم الحزب الديمقراطي مثلا بالدفع لهم لإحراج ترامب أو إسقاطه انتخابيا؟ هل الموضوع هو أكبر وأعمق من هذا؟ بالتأكيد، ولكن لا يمكن إزالة الأثر الانتخابي لما يجري حاليا، وهذا هو هاجس ترامب وشعوره بأن استطاعات الرأي العام بدأت واضحة، أن لو جرت الانتخابات اليوم لا فاز بايدن، وأن نسبة الفروق تتجاوز من 7 إلى 13% في بعض الولايات، وهناك فرق واسع أكثر من 10% على المستوى الوطني العام. إذن هو يحاول الإقدام على عمل هجومي بتقديره، خطته أنه كانت تنجح مهرجاناته الانتخابية في تحفيز القاعدة الصلبة له، وأيضا في من يؤيد من المستقلين، وهو يعتقد بأن هذا هو الإجراء، أحد الإجراءات الأساسية، والظهور بأنه رجل القوة والنظام والقانون في الولايات المتحدة. ولكن يبدو أن الأمور تتجاوز مثل هذا التفكير، بمعنى أن التظاهرات في الولايات المتحدة رغم أنها في موسم انتخابي، إلى أنها تتجاوز يعني تختلف من منطقة إلى أخرى بحجم جذرية المطالبة. من المطالبة بإلغاء تمويل الشرطة وإلغاء وجود الشرطة والاستعاضة عنها بنوع من الخدمات الاجتماعية لحماية البشر، وإنفاق الميزانيات على أمور أخرى تتعلق بتقديم الخدمات وتخفيف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وحتى الإجرامية، يعني المشاكل الجرمية التي يمكن والتجاوزات القانونية، إلى الذين يعتقدون أن التشريعات يمكن أن تصدر وأن يتم ضبط الشرطة وتقليص قدرتها على التصرف بعنصرية ووحشية. التظاهرات والتجمعات ستبقى تتمحور حول مناسبات معينة، حول الويكند، أيام العطلة بسبب الوضع الاقتصادي، وسيكون تتحول إلى نوع من، أحدهم وصف بأنها نزهة هادفة، يعني بمعنى في الهواء الطلق، ويتحركون ويجتمعون، يتبادلون الآراء ويتحركون. لنلاحظ أيضا موضوع سياتل لم ينتهي بعد، وهي المنطقة المحررة التي لا تجرؤ الشرطة على العودة إليها، وهل يا ترى أن هذه ستزيد أو يمكن أن تتكرر في مناطق أخرى؟ إذن الغليان والمخاض في أمريكا مستمر تحت سقف الانتخابات وكورونا
والاحتجاجات المستمرة والتي لم يستطيع لا ترامب ولا غيره إيقافها، وهي بالفعل محاولة لصياغة وضع أمريكا الجديد، ثقافة أمريكا الجديدة عبر التحرك في الشارع. طيب كيف هو يعني فقط حزب يعني الديمقراطي؟ هذه نقطة مهمة، أو أنت تفضلت بالحديث عن نقطة مهمة، هناك تأثير انتخابي على ما يدور في الهبة الأمريكية الآن في الشوارع الأمريكية، لكن هل هي تحاول استثمار ما يجري في الشارع أم هي تحرك خصوصا هنا الجانب الديمقراطي المعادي لترامب انتخابيا؟ لا يمكن اتهام لا يمكن اتهام الديمقراطيين بأنهم هم وراء التحركات. هذه التحركات كانت خارج نطاق العمل الحزبي، ولكن الحزب الديمقراطي هيئات منظمة وفي كل الولايات ويتحرك ضمن هذه التظاهرات، ولكن معظم الناشطين الذين مثلا حركة حياة السود مهمة وغيرها من الجماعات المعادية للعنصرية والحرب، الجماعات التي تؤيد ضرورة الاهتمام بالبيئة، كلها مجتمعة الآن وهي خارج نطاق سيطرة الحزب الديمقراطي، وهي ستستمر وهي تضغط على الحزب الديمقراطي. الملاحظ أن الحزب الديمقراطي يستغل ويستفيد من هذا الحراك الشعبي لمحاولة تجهيزه انتخابيا، ويحاول بايدن المرشح الأساسي للحزب الديمقراطي أن يقوم بذلك إلى حد ما نجح نسبيا بسبب تردي خطاب ترامب وعدم حساسيته الإنسانية والاجتماعية وتصرفاته المجنونة، وبالإضافة إلى ما يكشف من فضائح حول كيفية تصرفاته، يعني كتاب بولتون وغيره الذي هو وشهد شاهد من أهله، بمعنى بولتون الذي كان في الإدارة هو الآن يفضح المزيد مما هو أصلا كان معروفا، ولكن أن يأتي عبر بولتون يشكل قوة معنوية لصالح الحزب الديمقراطي الذي كان يحاول عزل ترامب، وما يتضمنه كتاب بولتون فيها الأشياء الكثيرة التي يفترض أن تكون يعني مؤدية إلى ضرورة عزل ترامب. إذن هذا المناخ الانتخابي يستفيد منه الحزب الديمقراطي، ولكن ليس مأمونا أن ينجح الحزب الديمقراطي إلا بعدة اعتبارات، منها أن يتجاوب مع النشطاء الذين يتحركون خارج نطاق الحزب الديمقراطي ورغم أنها تحت مظلة واسعة، والآخر هو اختيار نائبة الرئيس بشكل يرضي هذه القاعدة النشطة. طيب موسى سرور، قربنا من الصورة أكثر في بريطانيا، هل هناك قمع ممنهج من قبل السلطة ضد المواطنين الأفارقة؟ يعني في يعني هو يعني واضح هناك نسبة وتناسب في العنصرية بين بعض الدول الغربية وتحديدا الأوروبية، ماذا عن بريطانيا؟ هل يسمح للأفارقة بتبوء مناصب حساسة في الأجهزة الأمنية، الدخول إلى السلك العسكري؟ يعني نحن نشاهد من أصول عربية أو من أصول مسلمة قد وصلوا إلى مراكز حساسة في بريطانيا، ماذا عن المشهد الآن؟ هناك من يقول يعني أن هناك ما يعرف بinstitutional racism، يعني أو العنصرية المؤسسة بداخل المؤسسة الحاكمة البريطانية في مختلف القطاعات، ولا سيما فيما يتعلق بالأفارقة السود. فيما على سبيل المثال جهاز الشرطة البريطاني، هناك فقط من الأفارقة السود حوالي 1.2 من عدد عناصر الشرطة، البالغ عددهم أكثر من 80,000 في كافة المملكة المتحدة. هناك أيضا اتهامات بعدم وصول الأفارقة إلى مراكز حساسة في سواء في الوزارات أو في مختلف القطاعات أو المؤسسات الرسمية الكبيرة سواء داخل وزارة المال أو وزارة الداخلية. هناك من يعتقد أن هذا الأمر هو نتيجة سياسة ممنهجة اعتمدتها الحكومات البريطانية المتعاقبة والتي أدت إلى ما وصلنا إليه. كانت هناك كما ذكرت الكثير من التقارير التي أشارت إلى تقارير رسمية أشارت إلى وجود هذه العنصرية في المؤسسات البريطانية، ولا سيما مثلا على سبيل المثال مؤسسة التعليم التي لا يوجد فيها عدد كافي من الأفارقة
في 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 هذه المؤسسة. آخر التقارير من الهيئة الصحية الوطنية التي أشارت إلى أن وفاة الأفارقة السود هم 3 أضعاف بسبب كوفيد 19 من البيض، وهذا بسبب العنصرية داخل الهيئة الصحية البريطانية. بالتالي يعني هناك أدلة ملموسة على وجود هذه العنصرية داخل المؤسسة البريطانية، وبالتالي هذه التظاهرات المستمرة منذ تقريبا 3 أسابيع هي لإزالة هذه العنصرية من المؤسسة من داخل المؤسسات البريطانية، ويعني إيجاد البديل واتخاذ قرارات فعالة لمعالجة هذه الآفة. طيب موسى عاصي، الآن الهبة الأمريكية تتوسع ويعني يكثر عدد المحتجون الغاضبون في أوروبا أيضا، لكن الكثير من البلدان الأوروبية وهي حتى الولايات المتحدة بدأت بالتخفيف من إجراءات الحجر الصحي نتيجة فيروس كورونا. في الأيام المقبلة سيرتبط الكثيرون بدواماتهم الرسمية. ماذا عن زخم هذه التظاهرات؟ هل ستبقى خلال الفترة المقبلة؟ يعني إذا ما استندنا لتصريحات الذين ينظمون هذه التظاهرات، وأتحدث عن فرنسا اللجنة الموكلة بالمطالبة بحقوق أدامة تراوري، وبطبيعة الحال شقيقة أدامة تراوري آسا تراوري وهو الوجه المعروف جدا بات في فرنسا التي تدعو إلى هذه التظاهرات. إذا ما ارتكزنا إلى هذه الأحاديث فإن التظاهرات مستمرة، وهي تحصل عادة يوم السبت، لا تحصل خلال أيام الأسبوع، ويوم السبت في أوروبا ويوم عطلة. فإذا استندنا إلى هذه الأحاديث وهذه الوعود فإن التظاهرات مستمرة إلى أن تحصل أو أن تظهر الحقائق، لا سيما بشأن مقتل أدامة تراوري أو مقتل الفرنسيين الأوروبيين من أصول أفريقية. هناك مطالبة جدية بإجراء تحقيقات جدية، تحقيقات تظهر بالفعل مدى الإجرام أو العنف الذي استخدم في أعمال التوقيف لهؤلاء للأشخاص الملونين، وإلى أن تظهر هذه الحقائق فإن التظاهرات ستستمر. بطبيعة الحال يعني التظاهرات لن تستمر بنفس الزخم، ولكن هناك تأسيس لهذه الحالة، لهذه الموجة من الاحتجاجات موجودة اليوم في معظم الدول الأوروبية. حتى وإن لم تستمر التظاهرات بنفس المستوى وبنفس الزخم، فإن المطالبة بتغيير القوانين، المطالبة بالعدالة، المطالبة أيضا بوضع قوانين جديدة تنصف الأوروبيين من أصول أجنبية أفريقية أو عربية، هي الآن باتت على السكة الصحيحة. هناك أطراف سياسية تتبنى هذه المطالب، هذه الأطراف السياسية بطبيعة الحال هي أقلية وهي تمثل بشكل عام اليسار في هذه الدول وأقصى اليسار، وهنا لا أتحدث عن اليسار التقليدي، الحزب الاشتراكي الفرنسي على سبيل المثال الذي وقف على الحياد في هذه الأزمة، أزمة الأقليات من أصول أجنبية، إنما اليوم على سبيل المثال حزب فرنسا غير الخاضعة جون ليك ميلونشون وهو له تمثيل مهم في الجمعية الوطنية الفرنسية. هذه الأحزاب هي رفعت اليوم راية يعني المدافع عن حقوق الأقليات من أصول أفريقية، وستواصل المعركة من داخل الجمعية الوطنية ومن داخل المؤسسات الفرنسية والمؤسسات الأوروبية. علينا أن لا يعني أن نقلل من شأن القانون الذي صدر أمس في برلين، هو قانون مهم جدا، يعني هذه خطوة مهمة جدا لم تكن لتحصل لولا الزخم الذي حصل في الشارع. وهناك أيضا وعود يعني يمكن متابعتها خلال الفترة المقبلة لتعديل بعض القوانين ولفتح الباب أمام هذا الملف الكبير. بالنسبة للقرار الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان أمس، صحيح أن القرار مخيب للأمال، لم يأتي بالنتائج المرجوة، لم يسمي الولايات المتحدة الأمريكية بالاسم بأنها تمارس العنصرية بحق الأقليات الأفريقية، ولم تشكل لجنة تحقيق كما طلبت المجموعة الأفريقية، ولكن هذا قرار يعني وضع اليوم، سلط اليوم الضوء على ممارسات العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الممارسات الشرطة الأمريكية تحديدا ستكون اعتبارا من اليوم تحت مجهر المنظمات الدولية والمنظمات الأممية، وسيكون هناك تقارير دورية لتتحدث أو لتجمع المعلومات على الأقل مما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. الحملة الاحتجاجية التي حصلت في العالم أتت بالقليل من الثمار، ولكن هذه الثمار التي أتت بها حتى الآن هي مهمة جدا، يمكن التأسيس عليها لاستكمال المعركة والاستكمال طبعا العمل من أجل طي هذه الصفحة المشينة في تاريخ البشرية. وبخصوص هذه الهبة للمطالبة بحقوق الأفارقة موسى،
لنسأل هنا عن هل هناك تفاوت بالنفس العنصري بين البلدان الأوروبية على وجه الخصوص؟ يعني هل منسوب العنصرية في فرنسا هو كمنسوب العنصرية في ألمانيا أو في بلدان أخرى؟ بالتالي هذا سينعكس على طبيعة المطالب في شارع، أم هي مطالب موحدة؟ هناك اختلاف، هناك اختلاف محمد، يعني هناك العنصرية موجودة في كل الدول الأوروبية، العنصرية موجودة في كل دول العالم، العنصرية موجودة في بلادنا، في كل دول، في المناطق، يعني هناك عنصرية بين منطقة وأخرى. في أوروبا الوضع مختلف بحسب الدولة، فرنسا على سبيل المثال أو بريطانيا أو بلجيكا أو هولندا، وهذه الدول كان لها تاريخ من الاستعمار، العنصرية في هذه الدول هي باتجاه الشعوب التي استعمرت في حقبات سابقة، ولا سيما الشعوب الأوروبيون من أصول أفريقية أو عربية. أما في دول كألمانيا على سبيل المثال، وهي لم تكن دولة استعمارية كما كانت فرنسا وبريطانيا، هناك عنصرية على، يعني بكل حالات عدد الألمانيين من أصول أفريقية قليل جدا في ألمانيا، ولكن هناك جاليات كبيرة عربية تركية إسلامية، هناك عنصرية كبيرة لدى قسم كبير من الألمان، ولا سيما الألمان الذي يتمظهر على شكل الأحزاب اليمينية المتطرفة اتجاه هؤلاء، اتجاه اللاجئين. هؤلاء ليسوا من أصول أفريقية ولكن تمارس العنصرية بحقهم، وهذه المسألة ملاحظة. هناك هجمات تقوم بها بعض المجموعات اليمينية المتطرفة في ألمانيا على سبيل المثال على مراكز إيواء اللاجئين أو على مراكز إقامة اللاجئين، وهذه تحصل بشكل مستمر. إذن هناك العنصرية موجودة بنسب متفاوتة، ولكن أيضا هناك أشكال مختلفة للعنصرية. إذن نتابع هذه الصور مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس للاحتجاجات والتظاهرات ضد العنصرية، ضد المواطنين الأفارقة، ومختلف الألوان تشارك في هذه التظاهرات في باريس وفي لندن وفي أكثر من ولاية أمريكية، حيث تتسع رقعة الهبة الأمريكية في أكثر من ولاية، وهناك غضب وتحطيم لتماثيل تجسد مراحل العبودية والعنصرية في الولايات المتحدة، كذلك في دول أوروبا. شكرا جزيلا لموسى عاصي مدير مكتب الميادين في جنيف، شكرا لمنذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، شكرا لموسى سرور مراسل الميادين في لندن، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة لهذه التغطية، وإلى اللقاء. We're gonna continue to fight until we get justice.